انا مخطوف ذهنيا، مش قادر لا تفسير، زي مغتصب ذهنيا، مغتصب عقليا، مختل عقليا، حاجه هبل يعني. احنا متعلمين يعني، اقل واحد فينا ماجستير ودكتوراه هنا في خيمه اعضاء التدريس، ومعيدين في كلهم في كليات ومدرسين، يعني مختطف ذهنيا ديت اول مره اسمعها في التاريخ. لولا بس ان احنا صايمين كنا ردينا عليهم حاجه مختطفه ذهنيا برضه او عقليا يعني. احنا بقى لي يومين كده مش عارف، حاسس ان انا مخطوف ذهنيا كده. انا مش عارف مخطوف ذهنيا يعني ايه بصراحه. مخطوف ذهنيا، طب ايه احنا مخطوفين ذهنيا؟ بعت لنا ورق ليه؟ احنا ما بنفهمش يا جماعه، بعت لنا ورق ليه؟ ورق ومكتوب فيه، وبصراحه الجيش كان بيختصر معانا، ورق ثلاث اربع سطور وخلاص. ده بعت لي ورق وشي وظهر يا فندم. المخطوف ذهنيا ده يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت بتقول علينا مخطوف ذهنيا، خساطرين واختصر يعني، ما تكررش كلام كتير يعني. بصراحه يعني احنا اكبر من ان احنا نمد ايدينا عليه ونوطي نجيبه من الارض. دي زباله هي بترميها واحنا بنلمها نرميها في الزباله بس. ان هذا البيان الذي اعلنته وزاره الداخليه يؤكد على ضعف وزاره الداخليه، ويؤكد على ضعف وزير الداخليه السيد اللواء محمد ابراهيم. شاور علينا ارهابيين، شاور علينا ان احنا حراميه، شاور علينا بلطجيين، شاور علينا مغيبين ذهنيا ومسروقين ذهنيا. بصراحة بصراحة هم دلوقتي بيلعبوا على اخر لعبة عندهم، هم حاليا بيحاولوا يضعفوا من عزيمة الناس. ليه على البيان دي ناس تافهة، والطيارات ديت اللي وقع لهم عليها الدكتور مرسي اللي عاملين حلوا بيها فوق دماغنا، واحنا مش مخطوفين ذهنيا. الظاهر ان فريق السيسي ومحمد ابراهيم بتاع الشرطة هم اللي مغيبين ذهنيا، وما عندهمش فكرة اللي حصل في داخل الربع العدوية ومدينة مصر كلها. لا طبعا مرفوضة تماما، واحنا يعني جايين هنا عشان عودة الشرعية وعودة الرئيس محمد مرسي وعودة مجلس الشورى، ومش هنتنازل ومش هنرجع بيوتنا الا اذا اتحققت مطالبنا دي. كلام عجيب وغريب، يعني ايه مخطوف ذهني؟ يعني اول مرة اسمعها، واعتقد انها خدت بما يكفي على التعليقات الاخوة على الانترنت. ويعني نداء للفريق السيسي، سيادة الفريق، نحن جميعا نحترم الجيش وبنحب الجيش، ولكن نحن نريد اصواتنا ترجع لمكانها الطبيعي. يعني خطابات هبله صراحه، يعني ما اقدرش اقول عليها غير خطابات هبله. يعني احنا قاعدين هنا، هم دول الاطفال، هم دول ارهابيين اللي هم بيقولوا عليهم. الداخليه كل اللي فيها او كل اللي عايزه توضحه للناس ان هي بتعمل الصح والناس دي كلها غلط. عندها استعداد تعتقل كل اللي موجودين في الميادين بتهمه ان هم مختطفين ذهنيا. احنا عايزين حد من دكاتره علم النفس او من دكاتره متخصصين يطلعوا يقولوا لنا يعني ايه، يعني ايه مختطف ذهني عشان نفهمها بس الاول، يعني ايه مختطف ذهني. واللي الداخليه كانت بتعمله في الناس واللي عملته في خالد سعيد وغير خالد سعيد والسيد بلال ده كان اسمه ايه؟ هم اللي مخطوفين ذهنيا، هم اللي يروحوا العباسيه. والله والله من محمد ابراهيم لاجل واحد في رتبه فيهم يروح العباسيه. انا بقول لوزاره الداخليه المفروض تشغلي دماغ شويه، ان الشباب المصري خلاص بقى واعي، بقى شباب مثقف. ايام 30 سنه بتوع حسن خلاص عدهم وانتهم، احنا دلوقتي شباب عارفين الصح وعارفين الغلط. كل واحد ليه عقله اللي بيفكر بيه، كل واحد مسؤول على اللي بيقوله، وكل واحد مسؤول على اللي بيفكر فيه. حتى في حتى اطفال معانا انسات دهوت كتير جدا قاعدين غصب عن اهلهم، هم اللي جايين وبيقولوا لاهلهم لا احنا خلاص طالبين شهاده، يا النصر يا اما الشهاده. السيسي اصله راجل فشل، لما السيسي راجل فشل رماها على وزير الداخليه، الموضوع فلت من ايدك يا سيسي. يعني يا اما نعيش عيشه كريمه يا اما نموت، بقى مش مشكله. احنا جايين عشان خاطر، جاي عشان خاطر بنتي وسايبه اتنين كمان في البيت، عشان خاطر يعيشوا عيشه كريمه، عشان خاطر يلاقوا وطن ويلاقوا دينهم يكون كويس في قلب الدوله، وان شاء الله اسلاميه باذن الله، ورئيس مرسي يرجع باذن الله تاني. اعتقد وزير الداخليه بعد البيان بتاعه دوت هو المخطوف ذهنيا، هو الناس اللي معاه، واحنا هنا مستنيين لهم ان شاء الله لما يجوا لنا باذن الله. بس عايزين يتخطفوا بجد، احنا هنا مستنيينهم باذن الله ان شاء الله.